عودي لكم مشاهدينا بحلقتنا لليلة من ريتنج رمضان وضيوفنا الكرام اللي موجودين معنا. بدي اذكر المشاهدين بالابلكيشن يلي موجودة على جوجل بلس وعلى ايفون. تطبيق مجاني. تطبيق مجاني. ايوه. في كثير من الناس عم يسألونا اذا هالابلكيشن بيندفع عليها، لا هي مجانية، فيكم تنزلوها وتكونوا عم تستعملوها وتشوفوا كل المسلسلات اللي موجودة بهالابلكيشن. سؤال بينطرح، بما انه نحن في عنا رح يكون ب 14 اكتوبر جائزة تعطى للأعمال للفنانين للممثلين تكريما لهم بأبو ظبي، بدي اطرح سؤال موحد عليكم، بدي منك جائزة تعطى للعمل اللي انتم عم تقدموه وجائزة تحجب. سؤال ما فهمت، جائزة انت بتعطيها لعملكم وجائزة بتحجبها، شو بتعطيه جائزة للعمل كعمل؟ أفضل ممثل، أفضل مخرج، أفضل كاتب، أفضل. أيوة فهمت عليه، خليني ثالث واحد. لا خليني والله خليني بلش من عندك. بلش ما دام بلشت خلص اوكي رح بلش من عندك. ليش هلا؟ ليديز فيرست. الحقيقة هيك لا، جائزة تحجب سلاف تحجب. لا الجائزة التي لا تحجب، أنا بعطي جائزة. هلا بتقولوا انه جواب يعني انه دبلوماسي مجامل. ايه. دبلوماسي. الجائزه الاولى اكيد للكاتبه والمخرج ولكل الفنيين ولكل الممثلين وللمشروع. خلصت الجوائز، هي هي كانت الجائزه واحده. حقي مسلسلي بفتكر رح يكون المسلسل الوحيد المنافس. لوحده. لا عن جد كان في جهد كثير كبير وفي مشروع كثير مهم عم نساويه، الفنيين الفنانين كلهم، الكاتبه، المخرج، شركه الانتاج، الكل كان عم يشتغل بمشروع وبفكر وبهدف كثير كثير نبيل وجميل وفني جيد. بس مش منيحه بحقنا انه نحن ما نكون مقدرين عملنا ونخاف نعطيه جائزه. بدي منك جائزه بتحجبها، بتقول انا كنت بفضل تكون احلى هون وهون بحب اعطي هاي الجائزه. مش منيح، هذا عمل انت اشتغلت فيه وعطيته. والموسيقى جميلة جدا. شو بتحب تعطيها؟ مثلا اعطيته جائزة الموسيقى. كثير حلوة. انت شو بتعطيه جائزة؟ يعني لازم خارجنا يعني نحن نعطيها الجائزة للنص للكاتبة عنود خالد، لأنه النص هو البذرة الأساسية للانطلاق بالمشروع. فعنود الخالد الحقيقة تصدت لموضوع كثير مهم وهو بذرة المشروع كان. شو بتحجب؟ اه تحجب. نحن كل المسلسل مشكلة مع الحجاب وما المسلسل كله. لا هذا مخرج، هذا مخرج. نحن طلعنا برات القصص بجيب مع الملاية العثمانية. مشكلتنا مع الملاية العثمانية، مع الملاية العادة عشان نحدد انه هي العادة العثمانية اللي جبناها على الشام. الملاية. الملاية تمام. استاذ بس خلص جاوبوا يعني. لا هلا يعني انا مع المدام، نعطي طبعا جائزه مهمه للكاتبه لانه الكاتبه بذلت مجهود كبير وواضح بهذا. بس عم تتاثر، انا ما بحبك تكون متاثر. لا لا انا هي هي وجهه نظر مشتركه. نحن منسقين، هي اعطيت موسيقى، انا كاتبه. اعطيت الكل. كنا غير الكاتب. واحد غير النص. لا لا معلش خليني هذا وبحجب جائزه الاخراج. سلاف ما بتعطي جائزه، سوري ما بتعطي جائزه لسلاف ولا ايمن بالاداء اللي ادوه بهالمسلسل. بالتاكيد، بس نحن اتفقنا انه نطلع الجوائز خارجنا مشان ما يصير في اي حلو. انكار الذات عند الفنان قليل، دائما النرجسيه تطغى وتطفو دائما على السطح. سلاف كيف علاقتك مع السوشيال ميديا؟ معقولة ما كثير لأي مدى أنت تتحمل الاستفزازات؟ لأنه هو سلاح ذو حدين بصراحة. لا بتحمل كثير، بالي طويل كثير. أنا رح أشوف كيف تتحملي، تفضلي. أوف نفسي. يلا تفضلي. وين؟ عادي جوا؟ معهم ولا معنا؟ شوي شوي يلا. أيوة في ستيب هنا شوي شوي. يلا تفضلي، انت رح توقفي هون. أيوة. وانا حدك. يلا في مين تويت هون سلاف بليز. في مين تويت، في تغريدات مستفزه نوعا ما، انت عندك حق الرد عليها. شباب ممكن نشوفهم على السكرين؟ شكرا. اذا كانت سلاف، اول شيء سلاف سين لام الف في مو بالواو، حره في مسلسل حرائر، وفي في عبده تاخذ لقب الام المثاليه. ها 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 يبقى على الدنيا السلام، كل إنسان فينا وكل مرأة فينا هي أم، وما حدا بيقدر يحدد أو يعطي أحكام لأنه كل امرأة فينا هي أم. برافو. نشوف التويتر التغريدة التالية. هو زوج سلاف فواخرجي يقدر على زعلها،
ما بتوقع يكون بلا ذوق صراحه التويت الاخيره لانه الست سلاف تمثل بالمسلسل فاعتذر عن المتابعه. سبحان اللي بدل حبي لها بكره، حق كل واحد، ما في حدا بيجمع عليه الكل بالحب او بالكره. ليش سلاف تعتقدي هالمواقف الشخصيه او السياسي او خلافه هي اللي بتاثر في الجمهور؟ اذا كان موقفي اللي هو مو سياسي اللي هو وطني بيخلي حدا بيحب يكره فهذا هي مساله شخصيه. شكرا. لانه كلياتنا انا لما بحكي عن بلدي فهي بلدي انا، موقف وطني مو موقف سياسي، والمفروض لما بنحب حدا التفاصيل وكل كل هو، وطالما نحن عم ننادي بالحريه والديمقراطيه فبنقبل الشخص الاخر كيف ما كان. برافو سلا. شكرا. تفضلي. في ايدك. لا خلص مش كلك زين. مش الحال. استاذ ايمن كيف كانت التجربه؟ كثير منيحه. منيحه؟ لا برافو عليه. وبعدين الوجه البشوش دائما رح اعطيك صوره، وهيدي الصوره بدي منك كونك ممثل تعطيني من بعد ما تشوف هالصوره تعطيني رياكشن وكلمه. اختبار تمثيلي؟ لا لا ردة فعل، بس تشوف الصوره تعطيني ردة فعل. انا ما لي اشوفها معه. ما عندي شيء يعني. خلينا نشوف نحن وياكم. ماشي خلينا نشوف نحن وياكم السوشيال ميديا، في مجموعه من الناس يمكن طرحوا اسئله عليكم نحن ومروه. شكرا وسام. اهلا وسهلا. شو هالحلو اليوم؟ شكرا عليكم. شو هالحلو؟ شكرا. اليوم ما في اسئله، ما حذرت. ما حذرت؟ اليوم رح نعلن على نتائج تصويتكم مشاهدينا لمسلسلاتكم الرمضانيه المفضله اللي صورتوا لها عبر الفوتنج اب الخاص ببرنامجنا. خلينا هلا نشوف شو هي المسلسلات الخمسه الحاصله على اكثر نسب تصويت. حاز مسلسل حرائر على المرتبه الخامسه بنسبه 29.22%. وحاز مسلسل دنيا على المرتبة الرابعة بنسبة 31.33%. أما المرتبة الثالثة فهي من نصيب غدا نلتقي بنسبة 34.14%. المرتبة الثانية فهي من نصيب العراب بنسبة 44.5%. خلينا نشوف هلأ من المسلسل الحائز على المرتبة الأولى. ذاكرة من ورقة هو المسلسل الحاصل على المرتبة الأولى بنسبة 64.22%. مشاهدينا صوتوا أكثر لمسلسلاتكم المفضلة لأنه هالأرقام ممكن تتغير بكرة. بنفس الوقت بذكركم أنكم فيكم تحملوا الآب الخاص برنامجنا واللي هو آب ريتنج عبر آب ستور أو جوجل بلاي. بشوفكم بكرة مع نتائج جديدة. شكرا مروة. وسام ميسا. شكرا مروة. عم بتتابعوا شيء؟ قدرتوا تتابعوا شيء من مسلسلات رمضان ولا لا؟ والله ولا نحن سعيدين على الاقل انه في اربع مسلسلات سوريه وسط هذا شيء يعني والله العظيم يثلج الصدر والروح. استاذ باسل شو رايك بالريتنج؟ يعني مثل ما هذا انه فعلا الاعمال السوريه هيك دائما متصدره، بنتمنى لهم التوفيق وان شاء الله هيك في شيء عمل منهم على الخارطه المستقبليه انك تشوفها تتابعها. بالتاكيد انا مهتم يعني بالاخير هي كلها اعمال انا بهمني اني اشوفها. ومفروض انه كلياتنا نتابع تجارب بعض هيك طبعا. ونشوف شو عم نشتغل. بس انا دائما بعد رمضان بالحقيقه بحب اشوفهم كلياتهم على رواق لانه برمضان بنكون لسه عم يعني برضه ما طلعت منك باسم مسلسل حتشوفه غير مسلسلكم كمان. ما اكيد انا معني شوف بي يعني على الاقل ولو اجزاء من كل شيء نعمل. لا لا نحن بنقول انا عم شوف غدا نلتقي وعم شوف العراب. اي هدول متابعهم. نادي الشرق. نادي الشرق انا هدول الحقيقه عم شوفه. وشو رايك؟ وعملين يعني عملين على غايه من غدا نلتقي في اقتراح في وجع طبعا سوري حقيقه دافي وفي اقتراح بصري في اجتهاد ملفت من رامي حنا وفي اداء تمثيلي يعني بالذات انا استوقفني مع احترامي لكل نجوم كمان عبد الهادي الصباغ بدور ملفت
الحقيقه نوجه له تحيه وبالعراب نادي الشرق الصناعه المتقنه المسلسل اللي فيه هذا الانسجام الفني بين شكله ومحتواه وجهود الممثلين اللي فيه، يعني عمل متقن ومعتنى به. لا هدول انا عملين مثلا عم شوفهم، ودنيا نحن بنتابع اجزاء كثير منه لانه هو الحاله الكوميديه دنيا التي يعني تخلق متنفس الان بالنسبه لنا على بالدراما السوريه. وهي اذا ما حكينا او هذا مسلسلنا هو ابننا، يعني هو ابننا اي حكي عنه سلافتنا مجروحه. سلاف انا بحب تابع كل شيء عموما، بس هلا عم نصور كنت أول رمضان شوي لحقت كم ساعة يعني شوف مقاطع مشاهد من عدة مسلسلات، مثل ما قلت لك أنا بتابع وبهتم، وبعد رمضان بيكون عنا وقت أكبر ومبسوطة أنه في أعمال سورية. بتحرصي تشوفي كثيرة. شو أي واحد منهم اللي مروا معنا الحين. الكل أنا يعني بالعموم يعني كل شيء بتابع، بحب حرائر بتشوفي؟ طبعا بتحب تشوفي حالك؟ بحب شوف عملي. تنتقدي حالك؟ جلادة نفسك أنت؟ لا ماني جلادة، بس بنتبه وين نقاط القوة وين نقاط الضعف، لانه بدي اتطور وبدي اتعلم، كل مره بحس انه انا بدي اتعلم، لانه لحد هاللحظه نفس الهوايه ونفس هذا انه اول مره، وحتى يمكن بتعرفي بلحظات كثير عم يجيني احساس ما بعرف هو الحرب لها علاقه ولا لا، كل عمل بيجيني احساس انه هي اول مره قدام الكاميرا. لا هذا الابداع مو الحرب. بس اقول لك شغله، كل مره كل عمل بحس انه اول مره، عم يجيني احساس مؤخرا انه كل عمل هو اخر عمل، ما بعرف هو دخل بالحرب او هو يمكن بالتحدي الكثير كبير انه انا بدي اعمل شيء لسه ما صار، كل مره بيجيني هذا الاحساس ما بعرف. بس بتابع اعمالي وبتابع اعمال الغير واكيد انا من الناس اللي بفرح لنجاح غيري. استاذ باسل، من هالصوره اللي حطتها سلاف بتقدر تقول انا مستقبلا عم بعمل هيك وعم بعمل هيك وعم بعمل هيك وهذا العمل اللي انا عم حضر له، ولا عم نعيش كل عمل بعمله؟ لانه يعني هيدي الصورة كنا عم نحكيها انا وياك استاذ ايمن. تمام تمام، انا هذا الحكي بقوله من زمان، يعني انا كل يوم تصوير، يعني الواحد بفيق الصبح وهو رايح على يوم التصوير بفيق بذهنية كثير واضحة ومحددة انه هذا بدي اعتبره يوم التصوير الاول والاخير. فشو يعني هذا الحكي؟ يعني انه انا خلال هذا اليوم لازم اقدم افضل شيء عندي. هذا المنطق اللي حكم شغلي من 20 سنة إلى هذه اللحظة. شكرا أستاذ باسل، شرفتنا بوجودك معنا. بس أنا راح أخذ منك الأستاذ أيمن، تسمح لي قبل ما تختم؟ تفضل أستاذ أيمن عشان نستكمل السيناريو. على عيني. أستاذ أيمن شرفنا والله بوجودك. سلاف كمان واستاذ باسل اهلا وسهلا فيكم، اتمنى لكم النجاح لمسلسلكم حرائر والتوفيق، وان شاء الله الامان والسلام، وان شاء الله هالشهر بيعود على سوريا بالخير بالبركه بالمحبه وبالسلام، لانه وجود المحبه هو اللي بيخلي كل شيء اننا نقدر نتخطيه بامان. اكيد شكرا وسام، واكيد مثل ما قلت انه بالحب بتعمر الدنيا. اكيد شكرا لكم وكل عام وانتم بخير، وان شاء الله كل الناس تتابع حرائر، مسلسل مو لانه انا فيه بس جد يستحق الاهتمام ويستحق المتابعه. بقدر اتشكر بالاخير شكر بسيط صغير؟ بتشكر بس مجيد زهر اللي يهتم بشكلي ومكياجي وشعري، وايمن لحمون يلي لبسني الفستان، ومجوهرات امواج الاماراتيه كمان عندي. شكرا 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 لوجودكم ضيوفنا معنا ليلي النجم كان مسلسل حرائر، وبكره نحن وياكم مشاهدينا رح نكون مع النجم بحلقتنا بكره وهو ظرف اسود. ملتقانا نحن وياكم بكره بنفس الوقت على قناه ابو ظبي النهار المصريه وام تي في. تصبحوا على الف خير.